نروح للحالة اللي بعد كده، حالة مهمة جدا. نفس الشيء بنشوف هنا، لعبة مهمة أوي. بس هنا الحذاء لما نقف اتخلع بقى، من رجل نرجع لاعب يعني مهم. واحدة واحدة. النبي يعني خليك معايا، لأن دي هي مهمة جدا جدا جدا. جماعة هنا في رمية تماس لنادي إنبي، تمام؟ وهنا اللاعب هنا كابتن، هنا راح الحذاء اتخلع، راح يلبس، لقى الهجمة استكملت، هنا. نشوف هنا، استؤنفت هنا هنا. نشوف هنا تاني يا كابتن، واحدة واحدة. أنا بس عاوز الحالة دي حالة تعليمية بنجيبها لكل الحكام اللي موجودة. نشوف ارجعوا هنا، لنا للهجمة من هات أولها. الهجمة من أولها أيوة من فضلك. أه، كانت هنا هنا رمية نشوف تماس في رمية بداية تماس الهجمة لنادي كابتن إنبي. نصر، مين اللي خلع الحذاء؟ الحذاء اتخلع من هنا، لاعب من النادي هنا. الأهلي. بس هقف 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 بين الحذاء كده وبين اللاعب وهو رايح يلبس الحذاء، وبعدين لقى الهجمة جاية. عمل إيه يا كابتن أسامة؟ الهجمة أهم، كورة أهم. أه، ساب الحذاء وراح، ما بيلعبش من غير الحذاء. طيب السؤال هنا، هل اللاعب دوت لو لمس الكرة أو لعب على الكرة داخل منطقة الجزاء مثلا أو تنافس وهو خلع الحذاء، القرار إيه؟ ده سؤال. طب هل اللاعب ده لو مهاجم بالشكل دوت وجاب هدف، القرار إيه؟ حالة نادرة طبعا. بتحصل كل فين وفين وفين. خلال قرارات النادي الاهلي هقول لك ايه هو القرار تمام. في مثل هذه الحالات. هنا التعديل حصل فيها كابتن اسامه، قال لك اللاعب اللي هو بيخلع الحذاء في حاله عرضيه، يعني ايه؟ وانت بتجري الحذاء اتخلع. في نفس اللعبه من حقك تلعب، ومن حقك تعمل باص، ومن حقك تجيب جون. يعني تكمل هنا عادي. اللاعب النادي الاهلي النهارده ممكن يجيب جون وهو خلع الحذاء، مفيش مشكله خالص. وفي اقرب توقف الحكم بيه يؤمر اللاعب بان هو يخرج ويعدل من المعدات اللي هي موجوده معاه. حاله زي ديت مهمه، اعتقد ان كتير مش عارفها. ولو اللاعب ده النهارده جاب جون والحذاء يعني مش موجود، كان هيقول لك الجون مش صحيح. وبالتالي احنا بنقول، لا، بنقول طالما اللاعب خلع الحذاء عرضي، يعني هو بيجري خلع الحذاء، كملت ومشيت، عملت باص او رحت انت جبت جون، الهدف بيتحسب، مفيش اي مخالفه على اللاعب. حالات يعني زي تمام. ما انا قلت في البدايه، هو درس تعليم ودرس خصوصي لحكم المباراه وكل الحكام الصاعدين.